انا اعرف منين كمربي ان القطعان بتاعتي تم تحصينها بشكل كامل. اكيد في شواهد بتؤكد لي ان القطيع تم تحصينه ضد الاي بي، ضد انفلونزا، ضد نيوكاسل، ضد جمبورو. اطمن ازاي للفريق اللي جاي يحصل لي في المزرعه او الكتكوت اللي انا جايبه تم تحصينه بشكل كامل بما يحميه حتى تكون الاجسام المناعيه؟ طيب، هو عامه الاطمئنان او ان انا في وقت التحصين، في وقت التحصين انا اقدر اطمن بان انا باخد عينات من الطيور واشوف التحصين ده مثلا اتاخد لنسبه قد ايه من الطيور. يعني انا اقدر مثلا ان انا اثناء عمليه الحقن انا بحقن دايما في جلد الرقبه، فمثلا ممكن اخد بعض الكتاكيت بتاع، بعمل مثلا احجز شويه كده اهوت واخدهم واشوف الرقبه بتاعتهم هل فيها اللقاح موجود تحت الجلد ولا لا، هل في اللقاح ده خرج بره، فلما يبقى خرج بره ده بيبقى عامل ايه، مبلل الريش بتاع الطيور من ورا، يبقى انا كده اعرف ان اللقاح جزء منه خرج بره، يعني جزء منه او كله. فانا ما اعرفش بقى، فدي المفروض الفراخ دي تتعزل، وبعد ما اخلص خالص تحصين اروح جايب دول احصنهم مره تانية. لو كلمتك على التربيه المنزليه، احنا بنتكلم في 300 مليون فرخه، قطاع ضخم جدا لازم نحافظ عليه. مستحيل نعرف ننتزع ارزاق هؤلاء الناس، الناس دي رزقها قايم على صناعه الدواجن. ما زلنا ال 100 فرخه ولا ال 200 فرخه ولا ال 500 فرخه بتربوا داخل البيت او فوق السطح عشان حتى نتكلم في الامان الحيوي، وبتنزل تبيعهم في سوق. نحافظ على الناس ازاي ونحميهم؟ احنا بنتكلم في 300 مليون فرخه، يعني تقريبا 25-30% من الانتاج المحلي. قصه التربيه المنزليه هي احد العوائق في توسيع صناعه الدواجن في مصر. يعني اولا الحاجات اللي بتتربى في البيوت دي ما بتتحصنش، حتى لو اتحصنت بتتحصن بالحاجات اللي هي في ديل قائمة الجودة. هرجع بس نقطة كده ما بين قوسين، احنا مشكلة عندنا في مصر في تداول الأدوية بالذات المستحضرات البيطرية، مش اللقاحات. يعني اللقاحات طبعا عليها كنترول بشكل موسع أكتر من الأدوية، ولكن الأدوية احنا عندنا جزء كبير جدا من الأدوية يعني مش مرخص له بالعمل بكل وضوح. مش عاوز اقول كمان انها ممكن تكون مش متواجد فيها الماده الفعاله اللي مذكوره على على الـ على الليبل بتاع الدواء. وده في بحث كان اتعمل قبل كده انه يقدر ان احنا نسبه الادويه المتداوله اللي هي خارج نطاق السيطره او خارج نطاق الصحيح بتاعها تمثل 70% من الادويه المتداوله في مصر. فعشان كده لما نيجي مثلا نكلم مربيين لما يجوا يستخدموا ادويه او لقاحات او الكلام ده كله، يستخدموا من مصدر موثوق منه ومن شركه معروفه اكيد طبعا هتحافظ على سمعتها الكلام ده كله، ومن مصدر موثوق فيه ان هو جايب من الشركه مباشره. لو انا مش قادر اجيب طبعا من الشركه لان صغار المربيين مش هيقدروا يجيبوا من الشركات، يجيب من موزع سمعته كويسه، فبيجيب من حد موزع او مكتب سمعته كويسه ان هو ما بيضربش الحاجات او ما بيجيبش حاجات من اللي هي مش مظبوطه. ولما اجي اجيب بتاعه شركه معروفه، معروف انها برضك بتحافظ على سمعتها.